بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. نقبل ما تبقى من درس استنساخ المعلومات الوراثية المتواجدة على مستوى الأطيان. أنهينا العنصر الأول وهو ملاحظة عملية الاستنساخ بالمجهر الإلكتروني. قلنا أن ملاحظة عملية الاستنساخ تعتبر دليل ملموس لحدوث أو لإثبات حدوث هذه العملية. الآن تفاصيل هذه العملية، لأن صورة المجهر الإلكتروني يستحيل أن تظهر تفاصيل عملية الاستنساخ. إذن من أجل التعرف على هذه التفاصيل سنتطرق إلى الوثيقة 4 صفحة 18. إذن هذه هي الوثيقة 4 صفحة 18. الوثيقة تبين على الجهة اليسرى تبين مراحل الاستنساخ، وعلى الجهة اليمنى توضح الجزء المكبر يوضح مبدأ الاستنساخ. إذن مراحل الاستنساخ ومبدأ الاستنساخ بالإضافة إلى متطلبات الاستنساخ. دائما كما أقول الشرح وفق تدرج 2019-2020، أي التدرج المعمول به حاليا. الآن مراحل الاستنساخ، لدينا مرحلة البداية ولدينا مرحلة استطالة ولدينا مرحلة نهاية. المراحل سأشرحها دون الخوض في تفاصيلها بالرسم. أولا قبل شرح المراحل والمبدأ نتكلم عن المتطلبات. متطلبات عملية الاستنساخ، متطلبات عملية الاستنساخ هي 3 عناصر رئيسية. أولا الجزيئة التي سنأخذ منها نسخة في شكل IRNM وهي المورثة. إذا يجب أن تتوفر المورثة أي الأديان. العنصر الثاني هو إنزيم IRN بوليميراز. إنزيم IRN بوليميراز الذي تكلمنا عنه في العنصر السابق هو الإنزيم الذي يشرف على عملية الاستنساخ، هو الإنزيم الذي يأخذ نسخة من المورثة في شكل IRNM الرسول. والعنصر الثالث وهو أيضا عنصر مهم جدا أو أهم عنصر، وهو نكليوتيدات ريبية حرة. ريبية لأنها تتكون من الريبوز عادي، وحرة يجب أن تكون منفردة لكي تضاف في حسب الشرح الذي سنشرحه بعد قليل. إذن متطلبات الاستنساخ، طبعا هذه المتطلبات لم آتي بها من الفراغ، بل هي موجودة في الرسومات وبالضبط في الجزء المكبر. إذن الجزء المكبر يوضح إنزيم IRN بوليميراز ومورثة بلون أزرق بالسلسلتين، وجزيئة IRNM تتشكل انطلاقا من نكليوتيدات ريبية حرة. إذا هذه هي المتطلبات أو العناصر الضرورية لحدوث عملية الاستنساخ. الآن سأشرح المراحل حسب الرسم. كما رأينا سابقا فالمورثة لها طرفان، لها بداية ولها نهاية. هنا اصطلح على البداية بلون أخضر، واصطلح على نهاية المورثة بلون أحمر. إذن الـ IRN بوليميراز منطقيا لكي يشكل لنا نسخة عبارة عن IRNM يجب، كما قلت في الجزء السابق، يجب أن يقرأ كل المورثة من أول نكليوتيدة إلى آخر نكليوتيدة. إذن هذا الـ IRN بوليميراز كيف سيفعل ذلك؟ يأتي إنزيم IRN وهذا في مرحلة البداية. إنزيم IRN بوليميراز إذا كانت هذه هي المورثة، فإنزيم IRN بوليميراز يتثبت على بداية المورثة. تثبته على بداية المورثة يعني تفكيك الروابط الهيدروجينية بين القواعد الأزوتية للسلسلتين، وبالتالي إمكانية قراءة حروف إحدى السلسلتين وهي السلسلة المستنسخة. إذن الاستنساخ الذي ينتج جزيئة IRNM أحادية السلسلة في الحقيقة سيحدث على إحدى السلسلتين تدعى السلسلة المستنسخة.
عملية الاستنساخ تحدث على إحدى سلسلتي الأضئان وتسمى السلسلة المستنسخة. السلسلة الأخرى التي لا يحدث عليها استنساخ والتي لا يتثبت عليها الأيرون بوليميراز أو لا يقرأها تسمى السلسلة غير المستنسخة. لماذا أقول هذه الأشياء؟ لأن المورثة عبارة عن سلسلتين، والآير أن آم عبارة عن سلسلة واحدة ويكون بنفس طول المورثة. إذن هذا حتما، طبعا إذا كانت المورثة طولها مثلا 100 زوج قواعد، فالآير أن آم طوله 100 قاعدة. إذن طول الآير أن آم يكون بنفس طول المورثة، وهذا يعني وفي نفس الوقت المورثة لها سلسلتان والآير أن آم به سلسلة واحدة. إذن هناك تفسير واحد لهذا الأمر، وهو النسخ أو الاستنساخ يحدث على إحدى سلسلتي المورثة أو سلسلتي الأضئان وتدعى بالسلسلة المستنسخة. السلسلة الأخرى تسمى السلسلة غير المستنسخة. نعود إلى مرحلة البداية. مرحلة البداية تعني أو يقصد بها تثبت إنزيم IRN بوليميراز على بداية المورثة بعد تفكيك الروابط بين الروابط الهيدروجينية بين القواعد الأزوتية للسلسلتين، وبالتالي سيحدث انفتاح للسلسلتين على بداية المورثة. هذه تعتبر مرحلة البداية. مرحلة الاستطالة سيحدث فتح للسلسلتين، وبعد فتح السلسلتين سيشرع طبعا في مرحلة البداية، بمجرد فتح السلسلتين ستنتهي مرحلة البداية وتبدأ مرحلة الاستطالة. لماذا سميت مرحلة البداية؟ لأن الIRN بوليميراز يتثبت على بداية المورثة. وهنا لماذا سميت بالاستطالة؟ فبمجرد قراءة إنزيم IRN بوليميراز لأحرف السلسلة المستنسخة وبداية جلب النكليوتيدات الريبية الحرة، هنا نكون في مرحلة الاستطالة. لماذا سميت بمرحلة الاستطالة؟ لأن الIRN بوليميراز كلما تجاوز منطقة، أولا المنطقة التي يتجاوزها تستعيد السلسلتين فيهما أو فيها التفافهما، وتستعيد الروابط الهيدروجينية بين القواعد. وفي نفس الوقت نلاحظ استطالة جزيئة الIRN آم كلما تحرك الIRN بوليميراز نحو نهاية المورثة، إذن يزداد طول جزيئة الIRN آم. لماذا؟ لأن الIRN بوليميراز كلما قرأ مزيدا من الحروف أو النكليوتيدات في السلسلة المستنسخة كلما دمج أو كثف المزيد من النكليوتيدات الريبية الحرة، وهذا يعني استطالة جزيئة الIRN. عندما يصل الIRN بوليميراز إلى نهاية المورثة ينفصل عنها وتنفصل معه جزيئة الIRN منتهية التشكل، وهنا تنتهي عملية الاستنساخ. هذه لمحة عن مراحل الاستنساخ. تكلمنا سابقا عن متطلبات الاستنساخ، إذن سنأتي إلى أهم جزء في هذه الوثيقة وهو مبدأ الاستنساخ. ما توضحه الوثيقة 4 أو الجزء المكبر للوثيقة 4 يظهر بهذا الشكل. طبعا لن أرسم أو الأشكال الحلزونية، سأرسم بشكل مبسط. إذن هنا مثلا A T G C C A T G C A A T C C G مثلا، هنا T A C جي جي تي آ سي جي تي تي آ جي 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 سي. لدينا مورثة. إذا افترضنا أن هذه هي
سلسلة. مستنسخة. إذن هذه سلسلة غير مستنسخة. الآن يجب أن تتوفر نكليوتيدات ريبية حرة. عندما نقول نكليوتيدات ريبية حرة فنحن نتكلم عن الاي ا سي جي جي بي ا سي وهكذا. الان انزيم اير ام بوليميراز سيكون موجود في هذا المكان، اي في مكان انفتاح السلسلتين، وهنا يجب التركيز على هذه النقطه. انزيم اير ام بوليميراز أين سنرسمه لكي يكون الرسم صحيح؟ سنرسمه في مكان انفتاح السلسلتين، لأن إنزيم آير آن بوليميراز يستحيل عليه التثبت على المورثة وقراءة السلسلة المستنسخة إذا لم يحدث فتح للسلسلتين، أي إذا لم يحدث تفكيك للروابط الهيدروجينية بين السلسلتين. الآن رسمنا الآير آن بوليميراز، رسمنا المورثة بسلسلتيها، ورسمنا نكليوتيدات ريبية حرة. إذا تلاحظون أننا رسمنا كل متطلبات الاستنساخ، إذا الرسم مبدئيا صحيح. الآن يجب أن نوضح فكرة مبدأ حدوث الاستنساخ. دائما نعود إلى الوثيقة 4 وبالذات الجزء المكبر. لدينا اتجاه الاستنساخ، سنتبع اتجاه الاستنساخ نفسه من اليسار إلى اليمين. الآن كيف يحدث الاستنساخ؟ الكيفية أو المبدأ أو الطريقة التي تحدث بها الاستنساخ على أي مورثة، أي أنه كل جزيئات إنزيم الآير آن بوليميراز ستعمل بنفس الطريقة وبنفس المبدأ، ويكمن الاختلاف فقط في حروف المورثات. هذا كل ما تختلف فيه عملية الاستنساخ من مورثة إلى أخرى، لكن الطريقة متشابهة في كل المورثات. الآن حسب الطريقة، فإنزيم آير آن بوليميراز عندما يجد حرف T في السلسلة المستنسخة في الأسفل، عندما يجد حرف T فإنه سيضع حرف A، وعندما يجد حرف A يضع أمامه أو مقابله حرف E، وعندما يجد حرف جي يضع سي، وعندما يجد الجي يضع سي، وهكذا. إذن لو نطبق ما هو في الوثيقة 4 في هذا الرسم، فلدينا هنا مثلا A، إذن الإنزيم لن يضع التي في هذا المكان. لماذا؟ لأن التي تتواجد، هي نكليوتيدات تتواجد فقط في سلاسل الأضياء ولا تتواجد في الآير آن، والهدف من الاستنساخ هو تشكيل آير آن. إذا لا يمكن وضع نكليوتيدات تحتوي التي، يجب أن نضع نكليوتيدات تشبهها لكن لا تتواجد في الأضياء بل تتواجد في الآير آن، وهي نكليوتيدات اليوريدين أحادي الفوسفات وتكون مقابلة للآر. إذا إي، ثم يقرأ الآير آن بوليميراز، الآير آن بوليميراز يقرأ النكليوتيدات، كل نكليوتيدة على حدة يقرأها نكليوتيدة نكليوتيدة، يقرأ الحرف الثاني تي إذن يضع الآ، يقرأ الحرف الآخر جي يضع سي، يقرأ السي يضع جي، وهكذا. الآن إنزيم الآير آن بوليميراز طريقة إضافته للنكليوتيدات الريبية الحرة طبعا يحضرها من العصارة النووية، أي من النواة، من داخل النواة، ونحن نتكلم عن الاستنساخ في حقيقية النواة. إذا إنزيم آير آن بوليميراز يضيف النكليوتيدات الريبية الحرة، يضيفها وفق مبدأ معين، وهذا المبدأ درستموه في سنة ثانية في تضاعف الأضياء، وهو نفسه من حيث الطريقة نفسه. إذا هذا المبدأ، السي لا تشبه الجي ولا تطابقها، ولكن هناك علاقة بينهما وهي التكامل. الجي تتكامل مع السي، التي تتكامل
مع الآ، الآ تتكامل مع التي في الآبيان، لكنها في الآير آن تتكامل مع الإي. إذا المبدأ الذي يضيف به الآير آن بوليميراز النكليوتيدات الريبية الحرة لتشكيل الآير آن آن هو مبدأ التكامل بين القواعد الأزوتية للسلسلة المستنسخة ولجزيئة الآير آن آن ولجزيئة الآير آن آن التي سيشكلها. إذا باختصار سنكتب هنا التكامل، مبدأ عمل إنزيم الآير آن بوليميراز هو التكامل. إذا عملية الاستنساخ بشكل عام تحدث في كل الأحوال بنفس الطريقة وهي التكامل، ولكن يجب أن نضع عدة خطوط تحت التكامل. التكامل بين من ومن؟ التكامل بين القواعد الأزوتية للسلسلة المستنسخة، للسلسلة المستنسخة، لأن هناك معلومات مهمة جدا إن شاء الله سأضعها في فيديو لاحق. إذا التكامل يكون بين نكليوتيدات السلسلة المستنسخة وبين نكليوتيدات الآير آن آم الذي سيتم تشكيله. التكامل الذي نتكلم عنه هنا هو تكامل بين القواعد الأزوتية أو نكليوتيدات السلسلة المستنسخة وبين نكليوتيدات الآير آن آم الذي سيتشكل. الآن هناك معلومة إضافية يجب أن أشير إليها أيضا تتعلق بعملية الاستنساخ. لو نفترض أن إنزيم الآير آن بوليميراز يضيف النكليوتيدات وفق مبدأ التكامل ونسكت، فهنا الإنزيم سيقرأ كل النكليوتيدات ثم ينفصل عن المورثة ويترك النكليوتيدات الريبية ما زالت حرة. ماذا أقصد بهذه العبارة؟ الآير آن بوليميراز إذا قرأ الحرف A ووضع النكليوتيد E، ثم قرأ الحرف T أو النكليوتيد T ووضع الحرف أو النكليوتيد A، هنا هل هناك في هذه الحالة هل هناك علاقة بين الـ E والـ A المجاورة لها؟ أنا أتكلم عن النكليوتيدات التي باللون الأحمر التي تخص جزيئة الـ RNA التي من المفترض أن تتشكل. إذن هذه النكليوتيدات هل هناك علاقة بينها؟ هناك علاقة بينها، يجب أن تكون مترابطة، أي أن إنزيم RNA بوليميراز إذا كان يضيف النكليوتيدات الريبية الحرة فقط وفق مبدأ التكامل ويمر على كل النكليوتيدات ثم ينفصل، فهنا نحن بالفعل قرأنا نكليوتيدات السلسلة المستنسخة لكننا لم نشكل جزيئة RNA. لماذا؟ لأنه لم يتم ربط هذه النكليوتيدات مع بعضها البعض. في اللحظة التي تربطها النكليوتيدات الريبية مع بعضها البعض هنا نتكلم عن تشكيل جزيئة RNA. إذن في الحقيقة التكلم عن التكامل لوحده غير كافي. لماذا؟ لأنه يجب أن تتشكل روابط بين النكليوتيدات المتجاورة التي يضيفها RNA بوليميراز. هذا الأمر يتعلق بدرس مقر العوامل أو مقر تركيب مقر بدرس مقر تركيب البروتين، حيث تكلمنا عن الروابط الإستر فوسفاتية التي تتشكل بين النكليوتيدات في جزيئة الآير آن آم. إذن لو نشرح الاستنساخ أو تفاصيل الاستنساخ بشكل شامل وصحيح، فالآير آن بوليميراز عندما يقرأ النكليوتيد آ يضع مقابلها وفق مبدأ التكامل النكليوتيد A، ثم يقرأ النكليوتيد T يضع مقابلها النكليوتيد A وفق مبدأ التكامل. الآن بمجرد وضعه للA لن ينتقل إلى الجي إلى نكليوتيد G إلا إذا ربط الE مع الA برابطة إستر فوسفاتية. بمجرد ربطه للA مع الE برابطة إستر فوسفاتية فإنه يعبر أو يمر إلى النكليوتيد G، يحضر نكليوتيد C ويربطها مع النكليوتيدتين السابقتين، ثم يمر إلى النكليوتيد C يضع مقابلها G ويربطها وهكذا. إذن الآير آن بوليميراز باختصار، وهنا يجب كتابة هذه العبارة، من الأفضل كتابة هذه العبارة التي سأقولها الآن. إنزيم الآير آن بوليميراز يقوم ب قراءة نكليوتيدات السلسلة المستنسخة وفق مبدأ التكامل بين القواعد الأزوتية، وفي نفس الوقت يربط
بين النكليوتيدات المضافة أو النكليوتيدات الريبية المضافة عن طريق أو بروابط إستر فوسفاتية. إذا في نفس الوقت يقوم بإضافة النكليوتيدات بقراءة نكليوتيدات السلسلة المستنسخة، ويضيف النكليوتيدات الريبية الحرة وفق مبدأ التكامل بين القواعد الأزوتية، وفي نفس الوقت يربط بين النكليوتيدات الريبية المضافة، وبهذا تتم القراءة وفق مبدأ التكامل، وفي نفس الوقت تتشكل جزيئة IRNM بالمعنى الحقيقي. إذا هذه هي وظيفة إنزيم الأيرن بوليميراز الكاملة، وبهذا نكون قد شرحنا تفاصيل حول حدوث عملية الاستنساخ. إذا نكون قد شرحنا تفاصيل حول حدوث عملية الاستنساخ، شرحنا المراحل، شرحنا متطلبات الاستنساخ، وشرحنا مبدأ حدوث عملية الاستنساخ، وهي العناصر المطلوبة في تدرج 2019-2020. أتمنى أن أكون قد شرحت كل ما يتعلق بدرس الاستنساخ، فكرة الاستنساخ، عملية الاستنساخ تحدث في النواة، تتم على إحدى السلسلتين المورثة، ويكون ناتجها جزيئة IRNM تكون عبارة عن نسخة من المورثة. في فيديو لاحق إن شاء الله سأشرح لكم ما معنى السلسلة المعبرة وما معنى السلسلة القالب، وهذا الفيديو ربما سيكون غريب نوعا ما بالنسبة لكثير من التلاميذ. فمبدئيا سأترك لكم في التعليقات، حاول الإجابة على هذا السؤال الذي سأطرحه في التعليقات: أين هي السلسلة المعبرة وأين هي السلسلة القالب؟ أين هي السلسلة المعبرة وأين هي السلسلة القالب؟ لدينا سلسلتين في الأديان، أين هي المعبرة وأين هي القالب؟ بعد إجابتكم في التعليقات سأرفع إن شاء الله في المرة القادمة فيديو أشرح فيه بالتفصيل مفهوم السلسلة المعبرة ومفهوم السلسلة القالب. إذن هذا كل ما يتعلق بهذا الدرس. أي سؤال أو استفسار اتركوه في التعليقات، وحاول الإجابة على السؤال الذي طرحته. ادعموا القناة لأن القناة اقتربت من الدرع الفضي إن شاء الله، ادعموها باللايك لكي ترتفع أو يرفعها اليوتيوب في نتائج البحث لكي تصل إلى أكبر عدد ممكن من التلاميذ. شاركوا الفيديو، ولمن لم يشترك ولم يلتحق بعائلة القناة فليلتحق بالعائلة إن شاء الله. كما وعدتكم سابقا ستكون فيديوهات حصرية للمنهجية الجديدة لبكالوريا 2020. إذن سأعمل معكم كل جهدي من أجل أن تنجحوا في بكالوريا 2020 وفق المنهجية الجديدة، وستكون التمارين إن شاء الله من إنجازي ومن مرجعي الخاص، من مرجع الذي ألفته إن شاء الله، ستكون تمارين منه، وسنحل التمارين وفق المنهجية الجديدة لبكالوريا 2020 بإذن الله وبالتوفيق.